اوكي، رجعنا لكم مرة تانية ومشرفنا في الاستوديو دكتور عمرو حسن الحسني، مدرس استشاري امراض المخ والاعصاب بطب القصر العيني. دكتور صباح الفل ومنورنا، ومش عارفه قلت الاسم صح؟ اه لا مظبوط، المرة دي قلته صح. طيب العتب على الذاكرة بقى يا دكتور زي ما هنتكلم النهاردة. دكتور، يعني هي الشكوى الحقيقة عامة وعند معظم الناس، وانا ما بقعدش مع حد الا لما بيشتكي ان هو بينسى كتير. يعني حتى معظمنا بنقول احنا لما بنيجي نحط المفاتيح مثلا، ندخل الشقة ونحط المفاتيح، يعني عندنا مشكلة رهيبة. انا شخصيا عندي مشكلة دي، ان انا يعني ما بلاقيش المفاتيح ابدا في المكان اللي انا حطيته. نركن العربية ونعلم مثلا احنا راكنين العربية تحت المكان الفلاني، ننزل نقعد ندور على العربية في اماكن كتير جدا، وغيرها بقى من الحاجات، ورق مهم نحطه في مكان ونفتكر ان احنا كده شايلينه وهنعرف هو فين، ننسى تماما هو فين. دكتور، هل ده نوع من ضعف الذاكره، ولا ده راجع لانه احنا بقينا عندنا ضغوط عصبيه كتير جدا في حياتنا، بقينا عندنا مشاكل كتير جدا، عايشين في ستريس معظم الوقت، فبالتالي ده اثر على الذاكره بشكل او باخر؟ هو في البداية طبعا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، موضوع الذاكرة هو مشكلة العصر دلوقتي. يعني تقريبا مفيش حد زي ما حضرتك قلتي، مفيش حد ما بيشتكيش من ان هو عنده مشكلة في الذاكرة، عنده مشكلة في انه يفتكر الأحداث القريبة، ساعات الأحداث البعيدة، وساعات الأحداث اليومية، وساعات زي ما حضرتك قلتي ممكن يحط المحفظة في مكان وينساه، يحط الورق في مكان وينساه، يركن العربية في مكان وينساه، شكوى المتعددة من مثلا ربات البيوت وستات البيوت، يقولوا احنا نخش المطبخ نبقى عايزين نجيب حاجه، ونخرج مجرد ما نخش ننسى كنا عايزين ايه، ونخرج من غير ما نجيبها، وبعد ما نخرج نفتكرها ونخش تاني ننساها، وهكذا. الشكوى دي شكوى عامه كل الناس بتشتكي منها. شق تاني بقى من الشكوى الطلبه، الطلبة وشكوتهم من ان هم ما بيفتكروش، والحاجة اللي بيذاكروها تاني يوم بينسوها، وانه يبقى مذاكر الحاجة كويس قوي ويجي جوه الامتحان يحس انه ناسي خالص الحاجة اللي ذاكرها او اللي كان لسه حافظها لحد وقت قريب. المشكلة كبيرة وموجودة، الاسباب الحقيقة كتير وبتختلف ما بين شخص للتاني. الاول عشان نقول الاسباب لازم نعرف الاول الناس ايه هي انواع الذاكرة، وازاي بيتم تخزين المعلومة في المخ، المخ ازاي بيخزن المعلومة وازاي بيتعامل مع المعلومة وبالتالي ازاي بيسترجعها. احنا عندنا ثلاث انواع من الذاكرة، في عندنا الذاكرة الفورية، والذاكرة قصيرة المدى، والذاكرة بعيدة المدى. الذاكرة الفورية دي اللي هي الاميديت ميموري. يعني ايه الاميديت ميموري؟ يعني الفور، يعني اللي هي خاصة مثلا بتسجيل الاسماء، صح يا دكتور؟ او هقول لحضرتك زي ايه. يعني على سبيل المثال حضرتك، انا اديت حضرتك رقم التليفون، قلت لحضرتك رقم تليفوني مثلا زينو 100 1 2 3 4 5 6 مثلا. يعني حضرتك هتفضلي طول الوقت عماله تقولي 0 100 1 2 3 4 5 6 1 2 0 100 1 2 3 4 5 6، تقعدي تردديها كذا مره عشان عقبال ما تلحقي تجيبي ورقه وقلم وتروحي كاتباها. دي كده اسمها الذاكره الفوريه، ان حضرتك سجلتي فورا الحاجه اللي انا قلتها لحضرتك وبناء عليه، ودي مدتها قصيره جدا. طب أنا ثواني، ممكن بس هقطع حضرتك في النقطه دي، وعايزه اقول لحضرتك انه ناس كتير جدا لما بتيجي تستخدم الذاكره اسمها ايه؟ الفوريه دي، برضو بيكون عندها معنى ان انا لو حد قال 100 مره رقم تليفون وانا فضلت اعمل الطريقه دي، بعد ثواني قبل ما اجيب الورقه هنساه. تمام. هل في ناس، ده بقى هيخليني اسال حضرتك، هل في ناس عندها ممكن اكون عندي مشكله في الجزء ده من الذاكره؟ طيب خلينا نتكلم الاول على يعني هنتكلم على المشاكل كتير، بس قبل المشاكل نشرح الاول ازاي تخزين المعلومه بيتم عشان نقدر نفهم المشاكل بتحصل ازاي. اوكي، احنا هنشرح يا دكتور ده، بس مدام سعديه بقى لها شويه عمالين يقولوا لي ناخدها ونرجع نكمل. مدام سعديه مساء الخير. مساء النور. ممكن اسال الدكتور؟ دكتور طبعا طبعا، اتفضلي. فندم ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا فندم. انا دايما بسمع ان هل السيلينيوم بيقوي الذاكره؟ تمام، في حضرتك طبعا عارفه أكيد. هل بيقوي الذاكره؟ يعني بص حضرتك، هو السيلينيوم يعتبر ماده من مضادات الاكسده. أيوة. ومضادات الاكسده بصفه عامه بتفيد في تحسين وظائف المخ وتحسين وظائف الجسم بصفه عامه، لانها بتخلصنا من نواتج الاحتراق اللي بتحصل داخل الخليه. اي خليه زي العربيه بالظبط، بيبقى عندها وقود
اللي هو السكر اللي الخليه بتستخدمه، وعندها زي العربيه عادم السياره عندها نواتج احتراق، احتراق السكر ده لما بيتحرق، لما الخليه بتستخدمه وبيتحرق بيطلع مواد تشبه العادم بتاع السياره. العادم ده بنسميها مواد الاكسده، يعني مواد بتاكسد المواد الثانيه، ودي مواد بتبقى ضاره. فعشان نتخلص لازم نتخلص من المواد دي، زي كده الشكمان بتاع العربيه اللي بيخلصنا من العوادم بتاعه السياره. فلو مضادات الاكسده دي معناها ان هي مواد كيميائيه بتساعد الخليه على التخلص من نواتج الاحتراق اللي هي زي عادم العربيه يعني، وبالتالي بتحسن من وظيفه الخليه، ان الخليه اول باول بتتخلص من نواتج الاحتراق، وبالتالي مضادات الاكسده هي مفيده لكل وظائف المخ، مش المخ بس، بعض وظائف تانية في الجسم تستفيد من مضادات الأكسدة. السيلينيوم أحد مضادات الأكسدة دي، وبالتالي هو بيحسن وظائف المخ بصفة عامة سواء الذاكرة أو غيرها. مدام سعدية، شكرا يا دكتور. ليكي أي أسئلة تانية؟ نعم، ليكي أي أسئلة تانية؟ شكرا يا حبيبة قلبي، بشكرك، شكرا، باي باي. باي باي. نرجع تاني للموضوع الأنواع الذاكرة. فإحنا كده قلنا ذاكرة الفورية. تاني نوع من انواع الذاكره اللي هي الذاكره قصيره المدى. ذاكره قصيره المدى بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي في خلال فتره زمنيه قصيره، يعني انا مثلا جاي النهارده مبنى التلفزيون، انا فاكر انا جيت ازاي، جيت راكب العربيه النهارده، فطرت ايه النهارده الصبح. الذاكره اللي هي قصيره المدى على مدار فتره قصيره، تتعلق مثلا باسبوع اسبوعين شهر؟ لا لا، مش الأحداث أسبوع ولا اقل، احداث احداث يوميه على مدار فتره قصيره، شورت تيرم، يعني حاجات قصيره. يوم مثلا يا دكتور كامل؟ اقل يعني، يوم يوم او اقل من اقل من كده. دي شورت تيرم ميموري اللي هي الذاكره القصيره المدى. في بعد كده الذاكره طويله المدى اللي هي الاحداث البعيده. الاحداث البعيده اللي هي المدرسه، دخلت المدرسه امتى، اول يوم المدرسه، اول يوم الجامعه، او يوم الثانويه العامه، يعني سواء ذكريات يعني مؤلمه او ذكريات او مفرحه، بس ذكريات بعيده المدى. بعيده المدى. دول ثلاث انواع من الذاكره. طبعا يعني التقسيمه دي احنا بحاول ابسط المعلومه للمشاهدين، ولكن طبعا في تقسيمات اكثر تعقيدا للمتخصصين. لا خلينا يا دكتور، خلينا في الحاجه السهله البسيطه اللي الناس تقدر يعني تفاعل معانا. بس انا عايزه اسال حضرتك، هل انا ممكن، او طبعا اي شخص بيتابعنا يكون عنده مشكله في واحده من الانواع دي؟ يعني مثلا انا ممكن افتكر كويس قوي ذكريات الطفوله والمدرسه واصدقائي المقربين واهلي والمكان اللي كنت ساكنه فيه بتفاصيله، ولكن انسى تماما. لو حد قال لي انت كلت ايه امبارح، معرفش ابدا افتكر انا كلت ايه امبارح. هل ده وارد يحصل؟ هقول لحضرتك حاجه، خلينا نقول ان في عندنا مشكلات ممكن تحصل في الذاكره. المشكلات دي قد تكون مشكلات مرضيه او تكون مشكلات غير مرضيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان موضوع الذاكره ده دي وظيفه ذهنيه تختلف من شخص لاخر. احنا مفترضين دايما ان لازم يبقى كلنا عندنا جهاز، كاننا ماشيين بجهاز ريكوردر بريكورد كل الاحداث اللي بتحصل، ومطلوب مني ان انا افتكر كل الاحداث اللي بتحصل، ويبقى كلنا على نفس الدرجه من قوه الذاكره. الكلام ده مش مظبوط. الذاكرة زيها زي أي وظيفة في الجسم، واحد عنده قدرة عضلية أعلى، واحد قدرة عضلية أقل، واحد طويل، واحد قصير، واحد بينام كتير، واحد بينام قليل، واحد بيحسب بسرعة، واحد بيحسب بسرعة، واحد بيحسب بالراحة، واحد ما بيأملوش في الحسابات خالص. وبالتالي الذاكرة نفس الحكاية، نقول إن ده عنده ذاكرة فولاذية، ذاكرة حديدية، بيفتكر كل حاجة حصلت، واحد تاني عايش اليوم بيومه، وده طبيعي وده طبيعي، ولكن هي فروق فردية ما بين الأشخاص. كمان في عندنا عوامل بتؤثر على الذاكرة، عوامل فسيولوجية، زي مثلا كبر السن. يعني دايما مع كبر السن، كل ما السن بيكبر كل ما القدرة على التخزين والاسترجاع بتاع المعلومة بيقل. وعشان كده دايما يقولوا مثلا التعليم في الصغر على النقش كان نقش على الحجر. ليه؟ لان الطفل وهو لسه فريش، وهو لسه صغير، تعليمه اسهل، ذاكرته لسه حاضره، وبالتالي قدرته على الاسترجاع اعلى ما يمكن. كل ما بيتقدم العمر كل ما قدرته بصعوبه اكتر، كل ما قدرتنا بتتناقص تدريجيا، وده امر طبيعي، ما نعتبرش ان دي حاجه مرضيه. طب دكتور، عايزه اسال حضرتك فيما يتعلق بالنقطه دي، لانه كتير من الناس، حتى يعني من الشخصيات المعروفة وسياسيين معروفين، مش هقدر اقول اسمهم دلوقتي، عدوا الـ80، ولكن لما ييجوا يتكلموا ويذكروا احداث
يتكلموا عن حاجات حصلت في الماضي البعيد جدا، بتلاقيهم مركزين كويس قوي، عارفين هما بيقولوا ايه، متذكرين كل حاجة بحذافيرها كده زي ما بيقولوا بالبلدي. انا نفسي ببقى قاعدة اقول يعني يا ما شاء الله بجد كده كده. هما طب ليه بيقولوا ان الواحد لما بيكبر الذاكرة عنده بتتأثر او بتضعف؟ هل يا دكتور برضو الموضوع ده متفاوت؟ يعني مثلا حد شاب ممكن ما يكونش عنده ذاكرة الشخص اللي انا بتفرج عليه ده اللي فوق الحاجة وثمانين سنة، انت اي الناس عارفة انا بتكلم عن ايه. انا عايز بس يعني اقول لحضرتك برضو ان هنا يحكمنا الفروق الفردية من الاول. أوكي. زي ما كان في فروق فردية من الاول هتفضل الفروق الفردية دي موجودة للاخر. يعني اللي كان عنده قدرات يعني كبيرة على التخزين والاسترجاع واسترجاع المعلومات هيفضل القدرات دي محتفظ بيها حتى لما سنه يعدي الثمانين، الا اذا لا قدر الله حصل مرض زي امراض المشهورة طبعا زي مرض مثلا الزهايمر، ساعتها لن يسعفه قدراته الذهنية اللي كانت في شبابه ولن يسعفه، لان ده مرض خلاص دخلنا في اطار فقدان الذاكرة المرضي. وبالتالي اللي حضرتك بتتكلمي فيه دي فروق فردية ما بين الاشخاص، واحد ذاكرته قوية جدا بيتذكر الاحداث كلها مركز قوي عنده قدرة على استرجاع المعلومات فاكر المعلومات بتفاصيلها، واحد بيهتم بالتفاصيل. في المقابل حد تاني لا ما بيهتمش بالتفاصيل قوي، الايام كلها شبه بعض، الذكريات كلها ملخبطة على بعض، مش مهتم قوي برصد تواريخ معينة في حياته. في ناس كده، في ناس مهتمة انا تاريخ ميلادي امتى، تاريخ جوازي امتى، تاريخ اول بيبي ليا امتى، تاريخ دخول المدرسة امتى، تاريخ دخول بتمثل اهمية كبيرة في حياتهم. بالظبط. في ناس تانية لا مش فارقة، يعني حتى مش فارق مش فاكر، بعض الناس ما بيفتكرش تاريخ ميلاده، يعني لما بيسأل عن سنه بيقعد يحسبها وانا سني دلوقتي كام سنة. فالفروق الفردية هنا بتحكم كتير من مشاكل الذاكرة عندنا. ده الجزء اللي هو الغير مرضي، يعني النسيان الطبيعي زي ما قلنا بيؤثر فيه السن، بيؤثر فيه نقطة تانية، نقطة الاسترس، الضغوط اليومية، الضغوط الحياتية اليومية. يعني احنا طول اليوم الاعباء بتتكاثر علينا طول اليوم، شغل، دراسة، اسرة، تربية اولاد، اسرة فيها مشاكل، شغل فيه مشاكل، الشارع والمواصلات فيها مشاكل، الضغوط اليومية الحياتية اليومية بتخلي قدرتنا على تخزين المعلومة قدرة ضعيفة، وبالتالي قدرتنا على استرجاع المعلومة قدرة ضعيفة. يعني احنا بيتهيأ لنا ان انا ليه نسيت، انا ليه نسيت عشان انا ما ركزتش في تخزين المعلومة، المعلومة لم تخزن بشكل جيد وبالتالي لم تسترجع، لان لما جينا نسترجعها لقينا صعوبة لان احنا ما اهتمناش بمرحلة التخزين. زي المذاكرة بالظبط، انا ذاكرت اعتقدت ان انا ذاكرت بشكل صحيح، الحقيقة انا ما كنتش بذاكر بشكل مظبوط، وبالتالي ما خزنتش المعلومة بشكل مظبوط، ما عملتش اكتر من مفتاح لاسترجاع المعلومة، لان انا لو عملت اكتر من مفتاح لاسترجاع المعلومة يبقى انا بزود فرص ان انا استرجعها بشكل اسهل، وبالتالي لما حبيت استرجعها ما عرفتش استرجعها. طب تيجي يا دكتور معلش نشرح شوية للناس يعني ايه اعمل اكتر من مفتاح لاسترجاع المعلومة، بمعنى ايه؟ مثلا انا راكن عربيتي في مكان معين، فانا ابتدي يعني افتكر ان انا راكنها تحت الشجره الفلانيه قدامي السوبر ماركت الفلاني ورايا مش عارفه ايه، هل دي المفاتيح ولا حضرتك تقصد على المفاتيح دي بحاجه ثانيه؟ بالظبط كده، المفاتيح اللي نقصدها ان انا اكتر مدخلات التخزين بتاعت الحاجه اللي عايز اتذكرها. زي ما حضرتك قلتي، المثال اللي حضرتك قلتيه، راكن العربيه في مكان معين، لو احنا راكنينها في باركنج من اللي ليها ارقام انا ممكن الرقم ده اعلمه بحاجه تانية. يعني ركنت مثلا تحت رقم 76، 76 دي ممكن لو انا قلتها مثلا دي انا قبل ما اتولد ب 10 سنين مثلا، يعني لو قلت كده هلاقيني اول ما اجي انا قلت قبل ما اتولد ب 10 سنين يبقى هي انا اتولدت سنه كذا 86، يبقى هي دي يبقى هي 76، يبقى انا بدور على 76، يبقى انا هنا عملت علامة ليا، العلامة دي تسهل عليا استرجاع المعلومة. لكن انا ركنتها على 76 مثلا وماشي عمال اقول 76 76 76، وانا واقع الامر انا ما خزنتش 76، انا مجرد ان انا مريت عليها ورددتها بس هي ما دخلتش الى مركز تخزين المعلومة في المخ، وما عملتلهاش باب اضافي لاسترجاعها. زي ما بقول لحضرتك ان انا اقول دي مثلا السنة اللي قبل ما تولد بعشر سنين او سنة ميلادي او 76 يعني 67، يعني اعمل اي علامة
تسهل عليا استذكار يعني آه. نزلت ادور على العربيه، انا كنت راكن فين، كنت ده انا عملت كذا، ده انا قلت ان هي كانت 6-7 يبقى 76، وبالتالي يسهل عليا استرجاع المعلومه. نفس القصه بالنسبه للمذاكره، الطلبه والتلاميذ وهم بيذاكروا الكلام ده مهم جدا، ان هو لما يذاكر الحاجه لازم يذاكرها باكتر من طريقه. ما ينفعش طريقه ان انا اقرا الحاجه واقعد اقرا واعيد واقرا واعيد بنفس الطريقه، لا، انا ممكن اذاكر الحاجه بعد كده اروح اقفل الكتاب واروح مسمعها بالكتابه وارجع تاني للكتاب. دي هايله على فكره. وارجع تاني للكتاب اشوف اقارن اللي انا كتبته باللي مكتوب في الكتاب، بعد كده اروح قافل ده خالص واروح جايب حد من افراد الاسره ولا صاحبي ولا اي حد واروح شارح له الموضوع ده كاني مدرس وبشرح الموضوع ده. والمعلومه اللي تنقص مني اروح راجع للكتاب مره ثالثه. ممكن ناس بتعمل كده، يروح مسجلها لنفسه على الموبايل مثلا، المجتهد قوي يعني يسجلها لنفسه على الموبايل ويسمع التسجيل اللي هو قاله، يبقى هو كمان سمعها، يبقى شافها بعينيه وكتبها بايديه وسمعها بايديه وسمعها بودانه وشرحها لحد، يبقى هو بيثبت المعلومه باكتر من. يجي بقى الحاجه الختاميه في الاخر يحل عليها اسئله، يطلع اسئله الامتحانات السابقه ويحل عليها اسئله، يبقى هو كده كتر عدد المدخلات اللي خزن بيها المعلومه. طيب دي الخطوه الاولانيه. احنا دايما بعد المذاكره او بعد قرايه اي موضوع عندنا قدرات متفاوته على الاحتفاظ بالمعلومه دي. يعني في واحد بعد يومين ثلاثة يفضل محتفظ ب 60-70% منها، واحد تاني يفضل محتفظ ب 30-40% منها، واحد تالت ينساها خالص. يبقى هنا يأتي دور التكرار، ان انا لازم ابقى عارف ان جزء اساسي من المذاكرة هو التكرار، لان لو اعتمدت ان انا هذاكر مرة واحدة هفضل فاكرها لحد يوم الامتحان يبقى انا مخطئ، لان بتتناقص المعلومة كل شوية يتاكل منها حتة، كل شوية يتاكل منها حتة لحد ما تختفي تماما. فلو انا كل شوية عملت لها ريفرشمنت، كل شوية عملت لها اعادة مذاكرة او تكرار للمعلومة نفسها، بيبدأ ده يساعد على تخزين المعلومة، وفي كل مرة بسترجعها بلاقي احتمالات فقدانها تقل، يعني صحيح. يمر عليها الوقت لا وهي محفوظة عندي لان انا استرجعتها كذا مرة. طيب دكتور حياتك فكرتني بحاجة، انه ايام المدرسة وايام المذاكرة كان في ناس يعني بيطلق عليهم كده، دول الناس الصمامة اللي بتصم، يعني معنى انه يبصوا كده في الورقة مش هيعملوا كل اللي حياتك بتقوله، هو يكفي بصوا في الورقة، هم صموا الورقة. انا اعرف ناس كده يا دكتور فعلا. دي القدرات دي اختلاف القدرات، ما هي دي احنا كنا لسه بنتكلم، دي تندرج تحت اختلاف القدرات. طيب انا بقى بس عايزة اعرف حاجة في الموضوع ده يا دكتور، لان الناس دي كانت بتشتكي شكوى معينة، ان هم وانس نسيوا كلمة من ال يعني زي ما هو مكتوب، زي ما هو بالظبط مكتوب، بتوع من كل حاجه. عايزين نربطه بقى بالذاكره يا دكتور ونتكلم، يعني ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ اللي بيحصل ان واحده من المفاتيح بتاعه الاسترجاع هي الفهم. يعني الناس اللي عندها قدره كبيره على الحفظ، ده امر طبعا يعني لا غنى عنه، عشان دايما الناس يقول لك ايه، لا انت حافظ مش فاهم. انت حافظ مش فاهم دي على فكرة يعني قد تكون ميزة في كتير من الاحيان. في بعض احنا دايما بنحتاج المهارتين، يعني بنحتاج مهارة الحفظ الى جانب مهارة الفهم، لان الفهم لوحده. في ناس بقى العكس، عكس اللي حضرتك بتقوليه، ان هو بيبقى فاهم قوي بس مش عارف يكتب حقيقي، او ان هو عايز بقى تلاقيه جوه ورقه الامتحان، او لما بنصحح للطلبه حتى طلبه كليه الطب تلاقي كاتب بشكل يوحي بان هو فاهم، بس النقط اللي انا عايزها هو مش عارف يعبر بالكتابه بشكل جيد، او مش قادر يسردها السرد الكامل اللي يخليه ما ينساش نقطه. هو فاهم فبيتكلم بصفه عامه او بشكل عام، ما ادانيش الايتمز او النقاط الكامله اللي انا عايزه يعلق عليها. فلا بد من ان يكون في فهم، ويكون بعد الفهم ما يكتمل الحفظ. الفهم وسيله من وسائل سهوله استرجاع المعلومه او تسجيل المعلومه في الذاكره. ما هو طبعا سهوله استرجاعها معناها انها اتخزنت بشكل افضل، بشكل حد فاهم مش حد حافظه بس. دكتور ازاي نفرق ما بين حاله النسيان العاديه اللي كلنا ممكن نكون معرضين ليها تحت ضغوط الحياه زي ما اتكلمنا دلوقتي، وحاله النسيان اللي ابتدت تدخل في طور المرض بقى او في اطار المرض؟ تمام. اول حاجه التفرقه المهمه جدا ما بين الاثنين حاجه بنسميها الوعي للنسيان او الانسايت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا علامه جيده جدا ان انا ابقى فاكر ان انا نسيت، او ان انا واخد بالي ان انا نسيت. لان في النسيان المرضي زي في حالات الالزهايمر المريض قد لا يدرك ان هو ناسي،
او قد لا يدرك مش عارف ان هو ومش مهتم قوي انه يفتكر ومش واخد باله ان هو نسي. لكن النسيان اللي هو الطبيعي اللي ممكن يحصل لنا كلنا، انا عارف ان انا ناسي حاجة وربما لو حد اداني كده اي كلو ليها او اي مفتاح او اي حاجة يسهل له التذكر هيفتكرها. يعني لما فلان الفلاني مثلا انا اللي احنا قابلناه انت مش فاكره؟ لا مش فاكره. يا عم احنا قابلناه؟ لا مش فاكره. اللي كان لابس كذا؟ لا مش فاكره. اللي ساعتها قال لك كذا وانت رديت عليه؟ ايوه افتكرته. فايوه ايوه افتكرته دي معناها ان انا كان عندي مشكله فقط في استرجاع المعلومه، لكن انا قدرت استرجعها. لكن النسيان المرضي المريض نفسه قد لا يدرك ان هو نسي.